نعلم أن الثيران وهي هائجة وغاضبة تكون أكثر الكائنات إخافة، فهي حيوانات ضخمة قوية. تعد الثيران من أصعب الحيوانات وأكثرها إخافة، ولا يمكن أن تعتاد على صحبتها بسهولة. سنعرض لكم اليوم أكثر الثيران إخافة في العالم، فهذه الحيوانات لا تعرف المزاح. أزرق بلجيكا. تعرفوا على هذا الثور الذي يدعى الأزرق البلجيكي، إنه أحد الفصائل القوية، كما أن مظهره يخيف أي شخص يراه. لا يمكننا أن نتجاهل أن هذا الحيوان على الرغم من ضخامته يجب علينا حمايته من أي خطر، فهو حيوان لا صوت له. بقرة مين أنجيو. نتعرف على بقرة من نوع خاص تعيش في جنوب فرنسا. هذه الفصيلة من البقر تعرف بقوتها وغضبها السريع، فمن أقل شيء تثور وتصبح كالكلب البري. وهذه البقرة يمكن أن تكون خطرا على البشر، ولهذا ينصح الفلاحون بضرورة الحذر عند الاقتراب منها. بقر بازا ديس. لا يمكن الوثوق بهذه الفصيلة من البقر. قد ترونها هادئة، لكن إذا اقتربتم منها تظهر وحشيتها. سيطر الإنسان على بعض من تلك الفصيلة وجعلها تقوم بالأمور الزراعية، لكن على الرغم من هذا فهي خطيرة جدا، كما ترون أنها تضرب برأسها، ويمكنها أن تثور في أي وقت ولأي سبب، ويمكن أنها تصيب الإنسان بشكل خطير والتي قد تؤدي به إلى الموت. ويوصى دائما بعدم التواصل بالعين معها عند التعامل. قد تكون هادئة في شبابها، لكنها عندما تكبر تكون خطيرة، كما يجب إبعاد الحيوانات الأليفة عنها عند تربيتها، لأنها تتغذى عليهم. بقر تكساس. تعرف فصيلة بقر تكساس بأن قرونها كبيرة للغاية، وعلى الرغم من كبر قرونها فهي هادئة لا صوت لها، وهذا ليس مانعا لهجومها. وعندما تثور لا تفرق بين إنسان أو حيوان، لذا عند التعامل معها يجب أن نكون حذرين. عندما تشعر تلك الفصيلة بأنها مهددة تتحول وتثور وتهاجم برأسها وقرونها. بقر بارثينيس. توجد هذه الفصيلة المتوحشة في غرب فرنسا. يحب الفرنسيون تلك الفصيلة، لكن اسمها استمد من وحشيتها. تعشق تلك الفصيلة الكسل والتجول بالمراعي، لكن هذا لا يعني أنها كائن بري. عندما يصدر فعل من تلك الفصيلة لا يمكن أن ترجعها أبدا. بقر شيانيا. تعد بقر شيانيا هي أكبر وأثقل البقر في العالم، ويبلغ طول البالغ منها 5 أمتار، ويتم تربيتها واستخدامها في إيطاليا، وكان يتم استخدامها في الحروب وقت الدولة الرومانية، فهي قوية وطويلة. هذه الفصيلة سريعة الغضب مما يهدد سلامة البشر. يمكن أن يربيها الإنسان، لكن عندما تثور تصبح وحشية ولا يمكن السيطرة عليها. البقر الأسباني. إليكم أخطر فصائل الثيران في العالم. هذا الحيوان يتميز بقوته وقوة عضلاته، ويتم تدريبه ليصبح أكثر وحشية ليتم استخدامه بالمسابقات والمصارعة. فهذه الثيران مدربة على مهاجمة المتسابق، فلا يمكن لأي شخص أن يقترب منها. ثيران أنكول واتيوس. يصل طول تلك الفصيلة إلى 8 أمتار، وتتميز بقرونها القوية. تستخدم تلك الفصيلة قرونها للترحيب بأي كائن غير مرحب به بمنطقتها، ويسير القطيع ويوجد البقر الصغير في وسطه لحمايته، كما أنه تعرف بقوتها التي تمكنها من مهاجمة أي حيوان بري مثل الأسود والنمور، وتعرف أيضا بأنها تهاجم أي كائن حي لا يريد أحد أن يوجد على قرونها. نرى أمامنا هذه الصورة ونريد منكم النظر إليها بدقة. هل الوقوف بجانب حيوان مفترس ضخم مثل هذا يخيفكم؟ اكتبوا لنا في التعليقات. براهمان. نرى هذا الحيوان أمامنا، يمكنكم أن تطلقوا عليه بقرة أو ثورا، لا يهم، فهذا الحيوان يتم تربيته بأماكن متعددة بالعالم. هذا الحيوان ساحر بهدوئه، لكنه وحشي وثائر لأكبر درجة، ويقوم بحماية القطيع، ويقوم المزارعون بتربيته، لكن أخطر شيء هو رد فعله على الإنسان. يهاجم الإنسان كرد فعل على أبسط الأشياء، لذا يجب الانتباه إلى تصرفاتنا عند وجودنا بالقرب منه. لدينا طلب قبل الاستمرار بهذا المقطع، اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا بقناتنا لمتابعة المزيد من المقاطع. ثيران روديو. أي شخص يعرف ثيران روديو سيقول لكم كم هي خطيرة. لا يمكن لأي شخص أن يربي تلك الفصيلة، فعليه أن يكون قويا وشجاعا. ف
فهي قوية وسريعة وتحب الهجوم والتكسير، وهذا ما يجعلها متوحشة. تلك الفصيلة تشارك بالمسابقات لكنها لا تحب أن يمتطيها أحد، لذا تقوم بالقفز لإيقاعه، وقد ينقل الشخص إلى المستشفى بسببها. يمكنها القفز المتكرر لعدة دقائق حتى يسقط الشخص الذي يمتطيها. انتهى هذا المقطع. إذا أعجبكم اضغطوا على زر الإعجاب الآن واشتركوا بقناتنا.